المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن المكافأة والعقاب، او برضو بيقولوا عليها على كلمة المكافأة التعزيز على حسب القائمة اللي بتاعت البورد. على فكرة القائمة كلها اللي هي التاسك ليست مترجمة كلها بالعربي، فلو حد عايز يشوف الترجمة انا كنت حطيتها على السايت، موجودة برضو في السايت بتاع البورد اللي هو bacb.com. فزي ما قلت لكم كلمة مكافأة جاية برضو بمعنى كلمة تعزيز. المرة دي هكلمكم على أنواع المكافأة وأنواع العقاب. في حق يعني نوعين من كل واحد، في التعزيز أو المكافأة الإيجابية وفي السلبية. الإيجابية والسلبية الاتنين مفروض إن هما تعرفهم برضو، إن هي الحاجة اللي انت بتعملها بعد السلوك بتخلي السلوك يكمل في المستقبل. لكن ايه الفرق ما بين الإيجابية والسلبية؟ الإيجابية ان انت دايما بتدي حاجة ما كانتش موجودة في البيئة بتاعت الشخص. فمثلا لو الولد قاعد في الفصل او بيسمع الكلام، يعني طلبته انه يعمل حاجة وعملها، بتدي له حاجة ما كانتش موجودة، بتدي له اكل كاندي، بتدي له بريز، بتقول له برافو عليك، حاجة ما كانتش موجودة. المكافأة السلبية اسم غريب شوية عشان المكافأة سلبية، ولكن معناها ان هي حاجة في بتيجي بعد السلوك وانت بتشيلها. يعني ايه؟ يعني انت لو مثلا عندك حاجة في البيئة بتاعت الشخص ده بتتعبه، كل ما يعمل السلوك ده انت بتشيلها، فهو دي حاجة كويسة. يعني مثلا الحكايه دي بنعملها في نفسنا كتير مع اطفالنا، لما يعني بيعيطوا احنا علشان يبطلوا العياط ده مثلا بنديهم اللي هم عايزينه، فبنخلص من العياط. فتخلصنا من العياط ده مكافأة لينا بس سلبية. ليه سلبية؟ علشان احنا شلنا حاجة كانت موجودة، حاجة بتضايق شلناها بدل ما نحط حاجة بتبسطنا. يعني مثلا برضو بنشوف الحكايه دي في الفصول الزحمه قوي، لو في ولد او بنت عندهم sensory issues، يعني الصوت العالي بيضايقهم او النور الجامد بيضايقهم، ممكن يعملوا حاجات تخلصهم من مثلا الصوت العالي. يعني مثلا ممكن يجروا برا الفصل فيروح حته يعني quiet break، فاحنا لما بنسمح لهم ان هم يطلعوا بره احنا بنكافئهم مكافأة سلبية، معناها ان احنا بنشيل حاجة كانت تعبهم في البيئة دي. بس فبس الحاجتين المكافأتين دول السلبية والإيجابية الاتنين بيساعدوا ان السلوك يكمل او يزيد في المستقبل. فالولد اللي بيجري ورا الفصل كل مرة بتبقى الدنيا دوشة واحنا بنسمح له يجري، هيفضل يجري طول ما يبقى في دوشة، او يعني طول ما احنا بن 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 يعني ممكن نقول ان احنا بنوديه حتة تانية ما فيهاش الزحمة دي، فالسلوك بتاعه ان هو يعمل اي حاجة لينا عشان نطلعه بره الزحمة دي هيكمل. اوكي، يعني انا مثلا لو استعملت الموضوع ده قلت له لو خلصت 5 دقايق ريدينج او اعمل هومورك بتاعك هطلعك بره، فانت كده برضو بتساعده ان هو يخلص حاجة انت عايزها عشان تديه مكافأة ان انت تطلعه من الفصل. وانت كده استخدمت تعزيز سلبي، شلت حاجة متضايق من environment، عكس المكافأة والتعزيز الإيجابي انت بتحط حاجة بتديله حاجة زيادة مش موجودة بيحبها او بتعتبر مكافأة ليه في المستقبل. نفس الحكاية في العقاب، في عقاب إيجابي وعقاب سلبي. العقاب الإيجابي هو ان انت بتحط حاجة تضايق. يعني مثلا زعيق، لو ده عقاب، لو قلل السلوك ده نعتبره عقاب. فانت لو مثلا في طفل عندك بيعمل حاجة غلط، زي مثلا على فكرة ما ينفعش نقول غلط، لازم نحدد بالظبط بيعمل ايه. فخلوني اقول مثلا واحد مش قاعد في السيت بتاعته في الفصل وبيلف حوالين الفصل بيتمشى، وانت رحت انت زعقت له والسلوك ده قل، الزعيق ده عقاب ايجابي. يعني ايه عقاب ايجابي؟ يعني انت زودت حاجه ما كانتش موجوده، الزعيق ما كانش موجود وجي بعد السلوك بتاعه. في العقاب السلبي ان انت بتاخد حاجه الطفل بيحبها او عايزها، ف
فمثلا انت عندك ولد معاه توي بيحب يلعب بيها، بس هو بيلعب بيها مثلا زعق لواحد او ضرب واحد، او مثلا حد من الاطفال جه قال له مثلا ممكن نلعب مع بعض، قال له لا، انت تاخد التوي منه، انت كده عاقبته، انت خدت حاجة حلوة منه. ففي الحاجتين، في المكافأة والعقاب، كلمة ايجابي ان حاجة ما كانتش موجودة انت بتضيفها، وسلبي حاجة كانت موجودة انت بتشيلها. انا مش بس يعني مش هكمل حاجة تانية النهاردة، كفاية. عايزة الفيديو تبقى شورت عشان يعني ما تزهقوش، واقدر اكفر حاجات اكتر في مدة قليلة. يعني عندكم اي اسئلة قولولي، انا هكتب لكم الايميل تاني على الفيديو. و في ناس بعتت لي على الاطفال اللي هم عندهم عنف و aggression، وفي ناس برضو تانية بعتت لي عن الاطفال اللي عندهم داون سيندروم، ازاي اقدر اخليهم يتعاملوا عادي في المجتمع، يعني او ازاي اقدمهم للمجتمع. الاسئلة دي جنرال قوي، كبيرة قوي، فياريت لو تقدروا تبعتوا حاجات specific. يعني انت مثلا هو عنيف ليه؟ زي ما قلنا احنا لازم نفهم البيئة بتاعته، بيحصل ايه بعد العنف بتاعه، امتى بيبقى عنيف، في اوقات ايه، بعد ما بيبقى عنيف انت بتعمل ايه بعد عنفه ده، في حاجات كتير قوي. فياريت اللي بيبعت اسئلة يبعتها specific شوية. برضو موضوع اي طفل عنده اي disability او down syndrome او autism، على حسب درجة الـ يعني الاوتيزم او الداون سيندروم اللي عنده، على حسب برضو ايه الحاجات اللي بيحبها، لازم تفهم قوي الطفل. فانا مقدرش اقولك جنرالي كده تعمل ايه، تقدمه زي المجتمع. فبرضو ابعتولي اسئلة سبيسيفيك اكتر، هو بيحب ايه، ايه اللي بيقدر يعمله مع الناس، ايه اللي ما يقدرش يعمله، بيقدر يعبر عن نفسه ولا لا، هل هو داخل مدرسة، بيعملوا ايه في المدرسة معاه. زي ما قلت لكم في سيشنز بتعمل اونلاين، لو عايزين مساعده في سيشن اونلاين حد ممكن بالفيديو كونفرنسينج يشوفه يتكلم معاكم، فقولوا لي، ابعتوا لي انفورميشن، وانا على قد ما اقدر احاول يعني اشوف حد يقدر يعمل التيلي هيلث معاكم، او انا ممكن احاول. يعني في حاجات كتير قوي موجوده ممكن تتعمل، بس الموضوع جنرال قوي. لما حد يقول لي ان ابني عنده داون سيندروم اعمل ايه، لا، لازم الموضوع يبقى سبيسيفيك شوية. وفي طبعا يعني زي ما قلت لكم الثيرابي الاي بي اي وصل لناس كتير قوي ونجح قوي مع كذا حاجة. ان في ناس بتفتكر ان هو بس اوتيزم، لا، هو مش بس اوتيزم، مش بس للتوحد، هو الحاجة كتير جدا، وكمان للناس الكبيرة، مش بس مع الناس اللي عندهم ديلي او تأخر في حاجة. في ناس برضو ما عندهاش تأخر في حاجة بتستعمله عشان تدرس في المدارس، عشان تحسن من انتاج شركة. فالموضوع على قد ما هو كبير قوي برضو individualized، يعني كل شخص مختلف. الثيرابي بنستعمل نفس الساينس بس مختلف، عشان كل واحد زي ما قلت لكم قبل كده العقاب لي واحد ممكن يبقى له حاجه تبقى له بالنسبه له عقاب، والتاني تبقى بالنسبه له مكافاه. فاحنا لازم ندرس الشخص اللي احنا بنتعامل معاه عشان نقدر نساعده. فبس يعني عندك اسئله خليها specific شويه، وزي ما قلت لكم في فيديو كونفرنسينج ممكن نعمله لو في مثلا حاجه معينه عايزين تسالوا فيها. اوكي، سو ذاتس ات. لو في اي كويشنز يا ريت تبعتوها لي، وميرسي برضو تاني على السبورت الجامد اللي لقيته. يعني باي باي.